سيد الكريم، منذ أكثر من 4 أيام بدأت حالة تقهقر في تحدث في الجانب الروسي، وخاصة في خيركون وغيرها من المناطق التي كانت قد سيطر عليها الروس خلال فترة 7 أشهر الماضية. لكن ما حدث هو أن الروس دخلوا في مستنقع الأوكراني، وقد أدخلهم به الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، فقد استطاعت إدخال الروس هذا المستنقع، وقد غرق الرئيس بوتين أكثر وأكثر في هذا المستنقع، ولم يعد قادرا على الخروج منه إلا بانتصار، وهذا الانتصار أصبح بعيد المنال. وقد نجح الغربيون وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في شيطنة الرئيس بوتين، في شيطنة العملية الروسية، وإظهار الرئيس بوتين كمجرم حرب. هذا بالإضافة إلى أن أوكرانيا تشكل تاريخيا هي الثغرة للاتحاد الروسي أو لروسيا، هي الثغرة التي بإمكانها الوصول إلى قلب روسيا من الناحية الجيوستراتيجية. فهنا كانت العملية العسكرية. أما ما حدث مؤخرا من انتصارات أوكرانية ووصلت إلى حدود 3000 كيلومتر كما قال الرئيس زيلينسكي، هي بفعل الدعم اللامحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لإغراق الروس أكثر وأكثر. أستاذ زكريا، لكن هل تسمح روسيا بهذه الهزيمة والتراجع والانسحاب؟ الحرب هي سجال، لقد بدأت الحرب منذ أوائل العام الحالي، وكان الهدف الروسي إنهائها في فترة التي تتجاوز الشهر، أما الآن فقد أصبحنا في الشهر 7 و8 وأكثر ولا أفق لهذه الحلول. هل باستطاعة روسيا أن تنهي هذه الحرب؟ القتال أصبح على الحدود الروسية، أين ستستطيع روسيا الخروج من هذه الأزمة؟ الولايات المتحدة هي دولة عظمى قادرة على الحرب بالجيش الأوكراني تجاه روسيا على حدود روسيا. الروس أصبحوا في حالة حرجة، الانهيارات التي حصلت في جيشهم هي مدعاة للسخرية من الجانب الغربي، وهي صارت نوع من الخضة في الداخل الروسي. هذه الهزائم الموضوعية نوعا ما أظهرت في حجم التفاوت بين الأسلحة الروسية والأسلحة الأمريكية، بخلاف ما يقوله البعض من تطور العمليات الروسية. إذن الأمور سيد زكريا الأمور تتجه إلى المجال العسكري ولا مجال للحل السياسي في المرحلة المقبلة. كنا نستعمل قديما لا صوت يعلو فوق صوت السلاح أو فوق صوت المعركة، الآن في روسيا لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. الحرب هي حرب عسكرية ولا شك هي حرب اقتصادية أيضا على أبواب الشتاء، فسيحاول الروس تعويض الخسائر والهزائم التي تعرضوا لها عسكريا عبر الحرب النفطية على أبواب شتاء أوروبا القاص. شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي زكريا الغول على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا.